مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي في أول يوم عيد الفطر بقرية آنو في بني ورتلان بسطيف. الوزعة أو ثمشرط هي عادة متوارثة أبا عن جد، ولا تزال قائمة ليومنا هذا في مثل هذه المناسبات. ولكن جون شيء ماشي 150 ألف سوا، يعني زمان غتغرسوا من يا إوا شنو كان ماشي الوزعة وتنجمع على اللي ثمانو غرضها. هذه عادة ورثناها أبا عن جد، وهذه العادة تجلب المحبة والرحمة والأخوة بين الناس. بعض الناس لا يستطيعون دفع ثمنها فهي مدفوعة، وهو لا يدري من الذي قام بدفعها، فبقيت إلى يومنا هذا، وإن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. متجذرة ومتأصلة في شعوبنا وبخصوصة الأمازيغ، هي عادة الأمازيغ على كل حال، أكثر شيء عادة الأمازيغ. لماذا؟ ما الهدف منها؟ الهدف منها هو لم الشمل وتقوية الأواصر والعلاقات. سكان قرية آنو وعلى غرار العديد من قرى المنطقة قاموا بنحر مجموعة من العجول تم اقتناؤها تطوعا، كل حسب مقدرته، لتوزع لحومها على الفقير والغني بالتساوي صبيحة يوم العيد. نقسموا كل العجول هذو الى اطراف متساويه بين افراد المجتمع، حيث انه الزوال ياكل، الغني ياكل، كاع افراد المجتمع بالتساوي، وهذه تساعد على لحمه المجتمع. بني السيه نقدش في الوزيعيه باش نقطع عرا، كني اختي الدجان الجدود نغات نكمل، ماذا بينا تفكر تطوح وانقران وتطوح. ما يميز ثمشرط هنا بقرية الشيخ الفضيل الورتلاني كونها لا تنطوي تحت جمعية أو نادي ما، لكنها عمل تطوعي يشارك فيه كل أفراد هذا المجتمع بهدف انتفاء الفوارق الاجتماعية لتعم فرحة العيد كل بيوت القرية. وليد برزاح، وكالة الأنباء الجزائرية، بني ورتلان، شمال سطيف.